بقيت كلمة بسيطة أريد أن أقولها وهي في الحقيقة موجهة لتلاميذ وتلميذات يعني الحاضر والذين نرى فيهم مستقبل إقليم السمار. نبغي نقول للأولياء ونقول للتلاميذ عن هذه الجمعية تحديدا اللي انقالها جمعية جسور، هي فيها فقط لبنات وشباب من إقليم السمار، هي فقط فيها ثمار من إقليم السمار. الفكرة نبع من السمارة للسمارة من أجل السمارة، وشي ما عدلناه السمارة ما كان حد لا يعدلنا، ولهذا يا ربنا نشوف السمارة برؤية المستقبل. هذا التلاميذ اللي دريك اللي أعطاهم مولانا من الموهبة ولا أعطاهم مولانا من القدرة، ما يغنى نفرطوا فيهم، ما يغنى نفرطوا فيهم من ناحية الانتماء، ما يغنى نفرطوا فيهم من ناحية التوجيه. الآن مجموعة من الأطر، الأستاذ العماري راه قاعد معنا هون، يعني هناك مجموعة من الأطر من أبناء الإقليم اللي عندهم استعداد تام أنهم يتعاملوا مع الآباء، سواء من داخل مجالهم المهني ولا في مجال الجمعيات اللي يشتغلوا فيها، وهذه كلمة موجهة للآباء. هذه جمعية جسور، ما تشوفوا كل اسمها من التفوق إلى التميز، معنى ذلك على أن الناس اللي نولوا همها الناس اللي نولوا التميز من أجل إقليم السمارة. يعني أن القضية تتجاوز البعد الشخصية للبعد المجتمعي والبعد الجماعي. إذا نفكروا في هذا المجال ونتمنوا على أن هذه الجوائز وهذا اللقاء هي فقط كيف أرقاش يعني يرمي بحجارة في مياه آسنة.